حاجه ماما برشا نسمعوها. شعلناها احنا المسطر ليه ما قلناش شعلته من توما سيد الوالي؟ اي نحبوا تفاصيل سيد الوالي. رفع قضيه ضد مجهول والبحث بعد يصير وعندنا دي كاميرا باش نشوفوهم والناس الاخر شكون شاف شناها غاديكا وكاو لانه طلعت النار اما مش سخنه توا باش لو كان النار سخون ياسر نقولوا صارت حاجه اما النار تشعل في برشا بلايص فرد وقت يبعث حتى الحمايه المدنيه لدهش لما وقع بفعل مين وعندنا عمل ربينا أقل دوا بعد الفرنكوفوني ثم كلام آخر ثم الدولة إزمها تكون موجودة وإحنا موجودين وما تخافوش لا ماشي الحل وعندي قرائن وأدلة تو تعرفوا شكون وسوف تندهشون من وراء هذا. ما تنجمش تجي أنت الدولة تقول لها أنت ما تعملش إحنا حبينا نعمله وما خليوناش نعمله ولأن ما إحناش نستعمله القوة هذا وكو واضح دونك ستندهشون قال شكون يقف وراء أزمة النفايات واللي كما سمعنا حتى التفاصيل اللي عطيتهمنا زميلتنا بهيرة عوجي نورمالمون الولاية عاملة لايف حاليا تو بعد ناخذوا أكثر تفاصيل من بين الحاجات اللي نحب نسمعها لكم لوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي البارح زميلنا غازي دريدي كان واكب ايفينمون في مقر رئاسة الحكومة واللي امتنعت انها تعطي تصريح في خصوص الازمة هذه نسمع شنو قالت له بالضبط. أنا عارش كين الوضع في السويق سيستهل مرة أخرى ولا رأيكم؟ أي ما امتنعت عن تصريح مهمة كتوليتي ما نجم ياخذ تفاصيل من حقها وزير كبيرة أنا أعتقد من حقها تحب تمتنعت امتنعت حقها ليه تمتنعنها هذيك من الشعب ما كانتش معروفة أصلا تخلص الشعبوية أي الشعبوية مش تخلص هذيك في الشعب شوفور على ممكن شوفور على ذمتها هذيك تخرج سكورتي هذيك بليل بليل ليه ليه خليني نتكلم شو من حقها ما خرجني ما خرجني من الموضوع احكي من غير ما تحكي معايا قلت لك من حقها ما هيش جاي الموضوع هذا تقول له مانيش حاضري بوزارة بيئة عبيد ماتت بالوسخ اللي هي وزارتها مسؤولة عليها قداش عندها هذه تحكم في وزارة البيئة ما نعرفهاش عندها عام عند فما عام تول ما عندها جد معرفش كل مجد جديدة عام من اللوك سمعتش قاتلوا سفيان قاتلوا مش إن الانفيتي برانسيبال عندك وزير الاقتصاد معني أنا وزيرة البيئة نجي نسألك على الزبلة اللي قتلت عبيد تمتنع عن التصريح هذه مش ماهز لهذه انا خاطر ما عندهم شيء في ما عندهم شيء سمعت زمان فهمت علاش الزبل قاعد مطيشه وباش تقعد مطيشه خاطر ما السيده الوزيره مش ستختنقون قول لنا مش ستندهشون انت قول لا ماهز ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا كان يكشفوا لنا بالحق لك بعد وليش بعد الفرنكفونية كان قاعد حي المواطنين علاش بعد الفرنكفونية علاش قاعد حيين ما تخلقوش ما مرضوش بالله يفسر المهم علاش غير بعد وبعد الفرنكفوني يعمل كل عرس كل عرس وبعد العرس ولا تفهموا ليه من المرمى مش لاهين تو عندنا عرس كما قال لك فرنكوفونيه معناتها لاهين بالفرنكوفونيه فيهم شربه فرنكوفوني الولي الولي تاع صفاقس الفرنكوفوني ايش دخلوا فيها هكا عندنا وزراء غادي وعندنا ناس وفي جربه وامورها ثانيه في جربه يحرز لها القمه سينو رانا شفنا العمل العمله في الفرنكوفوني غادي وتخرجت الاشجار وخرج نوار والدنيا زاهيه غادي انا شوقني قال لي قالت ستندهشون هذه ستندهشون وساعلم هذه خوف هذه تندهشون راشد غنوش يحرق المصب اسمع شو انت شو راه شو باش تفهم انت ويلي يقول لك ستندهشون الناس مش الناس تخنقت ووزيرة البيئة تقول لك والله ما دخلي شيء انا مش معنية بالامر شو العبث هذه في البلاد العبث يلا نمشوا لا نمشوا فصل